السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومليئة بالفعاليات والأنشطة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يعيده عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات، ونقول مساك الله بالخير يا سيدي. مساك الله بالنور يا خالد، اللهم آمين. وحياكم الله مشاهدينا وكذلك مستمعينا الكرام عبر موجة 97 FM. والليلة راح يكون لنا أكثر من رسالة حية من أماكن فعاليات عيد الأضحى، وراح نتوسع في الحديث عن الفعاليات اللي تنظمها إدارة سوق واقف خلال أيام العيد بإذن الله. بإذن الله تعالى. ولكن البداية مشاهدينا مع التحضيرات للموعد المرتقب لعشاق سباقات الهجن، والتي ينتظر أن تنطلق أو ينطلق موسمها غدا بإذن الله تعالى. بإذن الله. في هذا السياق التواصل مع نديبنا محمد بن بريك عبر الهاتف، نتعرف منه على الاستعدادات في الشحانية. الله يعطيك العافية يا محمد، والبداية عيدك مبارك يا محمد. عساكم من عواده الخالدين، والسلام عليكم ومساكم الله بخير. عليكم السلام. يا مرحبا وغلا يا ابو بريك. في البدايه محمد، لو تعرفنا على استعدادات في الشحانيه لانطلاق الموسم باذن الله بكره. يا مرحبا. بدايه الموسم راح تكون بكره ان شاء الله، اول ايام موسم 2016 2017. نعم. اللجنه اصدرت الكتيب او كتيبات اللجنه، واصدرت التحضيرات وبينت للجمهور من مده طويله، يمكن من ختام الموسم اللي طاف، من شهر ابريل اللي طاف، الكل استعد. استراحوا المضمرين يمكن استراحه محارب فتره قصيره، فتره الصيف. نعم. في انشطه كانت وفعاليات تقام على ميدان الشحانيه تحت مظل اللجنه المنظمه لسباقات الهجن، ولكن الموسم الفعلي راح تبدا فعاليات ان شاء الله في صباح الغد. ساعات قليله تفصلنا عن انطلاقه بدايه الموسم. اعداد كبيره وصلت من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركه في هذا الموسم من إخواننا الخليج، بالإضافة إلى المشاركين من أبناء قطر. عدد الهجن يبدأ السباق المحلي الأول في صباح الغد إن شاء الله، وراح يستمر لمدة 10 أيام متتالية في الفترة الصباحية. 10 أيام متواصلة. البداية بتكون بإذن الله الساعة 5:30 إن شاء الله الفجر، راح يبدأ الشوط الأول. يوم الغد عندنا 25 شوط من مسافة الكيلو وين. اللجنة ما قصرت برئاسة الشيخ حمد بن جاسر بن فيصل آل ثاني، وكذلك نائب رئيس اللجنة الدكتور مبارك الشهواني ومدير اللجنة مبارك بن بادي، قدمت كل ما عليها من خلال تحضيرات الميادين، تجهيزها، استقبال الوفود، تهيئة الأرضية للجميع. نعم. المشاركين. محمد تفضل. محمد، أنا ودي أسألك يعني عن الجزء المهم أيضا في مثل هذه المنافسات، وهي الجوائز المرصودة، وهل هي بتكون عينية أم نقدية منها؟ الجوائز طال عمرك جوائز محفزة جدا. ميدان التحدي اللي ميدان الشحانية المعروف بميدان التحدي أصبح نقطة جذب لكل ملاك الهجن من كافة دول مجلس التعاون الخليجي. الجوائز فيها جوائز عينية كبيرة، سيارات رصدة الفائزين بالمراكز الأولى. في يوم الغد عندنا 5 سيارات، 3 سيارات للكار وسيارتين للقعدان، بالإضافة إلى تسعيرة من قبل اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. تسعيرة اختيارية 1.5 مليون في يوم الغد للي يبغون يشترون منها، يعني تسعيرة اختيارية تبع اللجنة ومؤسسة هجن الشحانية. نعم. محمد، التسعيرة الاختيارية يعني للمركز الأول 1.5 مليون ولا للمراكز الثلاث الأولى؟ الثاني وحتى إلى العاشر هناك تسعيرة، إذا بغت هجن الشحانية تأخذ مطية أولى أو ثانية أو ثالثة لا حق الاختيار. نعم. كذلك جوائز نقدية قيمة رصدت للمراكز الأولى من المركز الأول حتى المركز العاشر. اللي لفت انتباهي حقيقة في هذا السباق المحلي الأول هو الإقبال الكبير، حيث سجلت اللجنة المنظمة لسباقات الهجن 5150 رأس مشارك في 10 أيام ما شاء الله. راح تنطلق فعالياتها في يوم الغد. 5150 رأس من الهجن راح يشارك. نعم. نعم، هذا محمد من الدعم اللامحدود ولله الحمد من قيادتنا الرشيده لهذه الرياضه، رياضه الاباء والاجداد. محمد، انت ذكرت تقريبا بيكون فيه بكره 25 شوط. 25 شوط، اول خمس اشواط سيارات. نعم. في يوم التاريخ 15 اليوم اللي بعده بعد بكره جوائز نقديه. اليوم الثالث من بدايه السباق المحلي الاول راح نرجع الى سن اللقايه، وايضا جوائز عينيه سيارات. نعم، وعلى فترتين محمد صح؟ سباقات ولا هي؟ لا في بدايه كلها فتره صباحيه. السباق المحلي الاول في فتره واحده على اساس الجو. الحين الجو يمكن الظهيره تكون حاره، فاللجنه ارتأت الوقت المناسب لملاك الهجن على اساس الحلال ما ينضر. صحيح. الله، الفتره الصباحيه تعرف الاجواء الان
تصير في برود الجو يتحسن ان شاء الله. المحل الثاني 28/9 راح يتم سباق على مرحلتين صباحيه، فترتين صباحيه ومسائيه. نعم محمد، لو نتكلم عن المشاركه الخليجيه شلون تشوف انت محمد في والله المشاركه الخليجيه ميدان الشحانيه ميدان غني عن التعريف، ميدان له اسمه، ميدان له حضوره، ميدان له اهميته عند كل ابناء الوطن العربي وابناء الخليج. صحيح. فالواحد اذا فاز بميدان الشحانيه الاعداد يعني الشوط يقوم 80 70 60، اذا فزت بالمركز الاول مع كل العدد هذا مع كل الحاضرين من دول مجلس التعاون يعتبر فخر لمالك المطيه. نعم. وفخر من اي دوله ينتمي. نعم. فدائما اخواننا في الخليج يشرفونا بحضورهم بتواجدهم. المنافسه تحلو، التحدي يحلو، وهذا الميدان اسمه ميدان التحدي. نعم نعم الله يوفقكم. مثل ما ذكرت يا محمد نعم نول اخواننا ملاك الهجن اللي يتابعون برنامج ترحيب. نعم. ان السباق مثل ما تعلمون راح يتم وينقل على قناه الريان الثانيه ان شاء الله باذن الله. ونتمنى التوفيق للجميع ونتمنى التوفيق لك يا محمد ان شاء الله. محمد بس سؤال اخير قبل ما ننهي حوارنا معك، الترشيحات وين تصب او في شيء جديد بيطلع في هذا الموسم؟ والله العام الماضي اللجنه طبقت نفس البرنامج، هجن الشحاني اثبتت حضورها، الهجن القطريه اثبتت وجودها في كل دول مجلس التعاون الخليجي، والنتائج العام اللي افرحت كل هالقطار وكل محبين الهجن ان هجن الشحانيه احتكرت السيوف الثلاثه الذهبيه. اللهم لك الحمد. سيف اللي في قطر سيف سيدي سمو الامير، سيف ختامي المرموم في اماره دبي، وكذلك سيف ختامي الوثبه في اماره ابو ظبي، كانت كلها من نصيب هجن الشحانيه. ونتمنى ان شاء الله في هذا الموسم نحقق الهاتريك ايضا لهجن الشحاني والمشاركين من هالقطر. ولكن الهجن القطريه اثبتت علو كعبها في السنوات الاخيره بفضل الدعم اللامحدود من سيدي حضره صاحب السمو امير الامارات. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. جعل فالنا اللماميس ان شاء الله دوم باذن الله. شكرا لك محمد. شكرا لك يا محمد. شكرا ما قصرت. العفو العفو يا مرحبا ومسهلا. مع السلامه. شكرا لك محمد. اذا اعزائي المشاهدين بهذا نرجع وياكم للفعاليات اللي انطلقت أمس في سوق واقف وسط إقبال من الكثير من العوائل والأطفال من المواطنين والمقيمين وأيضا زوار قطر. نعم للمزيد عن هذه الفعاليات معنا الليلة السيد عادل الكلدي المنسق الإعلامي لفعاليات سوق واقف. وش مبارك عليك الشهر يا عادل، وكل عام وانتم بخير ومرحبا ومسهلا فيك معنا في ترحيب. وانتم بألف خير ومساكم الله بالخير وعيدكم مبارك خالد وخالد. يا مرحبا مثل ما قال بنبرك الخالدين اليوم. الخالدين الله يعطيكم العافيه. هذه المناسبه انتهز هذه الفرصه اهني حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله بمناسبه عيد الاضحى المبارك، واهني سمو صاحب السمو الامير الوالد. نعم. والشعب كافه، والله يعيد علينا وعلى الامه العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركه ان شاء الله. اللهم امين. عدل لو نقول البدايه ودنا تعطينا نبذه عن الفعاليات اللي بتكون في سوق واقف باذن الله تعالى. طبعا الفعاليات انطلقت عصر امس وسط اقبال جماهيري كبير ولله الحمد. هذه الفعاليات راح تستمر على مدار 5 ايام من امس وحتى يوم الجمعه ان شاء الله. فعاليات متنوعه متعدده في ساحه الحمام، هناك العاب للاطفال وبعض العروض للعائله وللاطفال. نعم. ايضا في مركز فنون سوق واقف ايضا هناك ورش فنيه بمختلف الوان الفن التشكيلي يقدمها منتسبي المركز. نعم. بمشاركه بعض الاطفال في الجداريات، وهناك الوان كثيره من هذه الفنون تقدم في المركز الذي يفتح ابوابه على مدى فترتين صباحيه ومسائيه، واعتقد انه لا يغلق الابواب يعني حتى. نعم. في الظهيره. صحيح. مستمر. نعم عادل، يمكن انتم يعني عندكم خبره ما شاء الله العظيم في تنظيم. نعم. ما شاء الله رب العالمين في مثل هذه في تنظيم مثل هذه المهرجانات. صحيح. اكيد انتم رايتوا في هذه الفعاليات ان كل افراد الاسره يستمتعون في هذه الفعاليات، ونتكلم عن هذه النقطه، شنو الفعاليات وتنوعها وشلون تناسب مع كل افراد الاسره الصغير والكبير؟ ما في شك اللجنه المنظمه لفعاليات سوق واقف التابعه للمكتب الهندسي الخاص حريصه دائما على ان توجه كل فعالياتها او اغلب فعالياتها للعائله بشكل كامل. فالعاب الاطفال رئيسيه وفعالياتهم رئيسيه في هذا المهرجان. نعم. ويستفيد منها كافه شرائح الاطفال. ايضا الفرقه الشعبيه المتواجده الذي ترعاها اذاعه صوت الريان مشكوره، ايضا بالاضافه للحفلات الغنائيه، بالاضافه للفنون التشكيليه. كل هذه الفعاليات تستقطب العائله بشكل كبير، سواء كان المواطنين، سواء كان المقيمين، سواء كان سائحين من دول مجلس التعاون الذين ياتون بكثافه الى دوله قطر. ان شاء الله باذن الله، واكيد احنا بنكون مستمرين معاك ونعرف تفاصيل اكثر عن هذا المهرجان والفعاليات، ولكن بنطلع الفاصل القصير اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل حوارنا.
مرحبا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد. نرجع لحوارنا مع السيد عادل الكلدي المنسق الاعلامي لفعاليات سوق واقف. مرحبا وسهلا بك ابو ناصر مره ثانيه. يا مرحبا ناصر. في يعني من ضمن الفعاليات اكيد سوق واقف هو سوق تراثي في دوله قطر، يعكس الطابع المعماري لدوله قطر. اكيد في فعاليات تراثيه لو نتكلم عنها في من ضمن الفعاليات. ما في شك سوق واقف مثل ما ذكرت هو مكان حضاري وتراثي وثقافي ايضا، ويمثل جزء من تاريخ قطر يعني المعماري والحضاري. وهناك فعاليات تراثيه عباره عن مركز للحرف التقليديه، هذا مفتوح على مدار العام، يعرض للحرف اليدويه والتقليديه والصناعات القديمه. يمكن للزائري سوق واقف وللسائحين الاطلاع عليه. وايضا هناك مركز للدامة متواجد. أما بالنسبة للفعاليات فهناك الفرق الشعبية أيضا تقدم الفنون التقليدية الشعبية القطرية سواء كان الرجالية أو النسائية، وهذه الفرق متواجدة أيضا على مدار العام. نعم. برعاية صوت الريان. صوت الريان دائما حريصة والقائمين عليها على أن يكون الطرب والفن الشعبي الأصيل هو المقياس الحقيقي لما تقدمه من فعاليات. ولذلك هناك الفرق الشعبية هذا تقدم مختلف الفنون وتتجول في أرجاء السوق. وفي هذا المهرجان هناك فرق رجالية ونسائية وضعت لها مسارح في زوايا السوق المختلفة لتلافي ازدحام الزوار والجماهير. بناصر أنا يعني ودي بس أوضح للمشاهدين أن هي مش مجرد مهرجان للعيد وللترفيه. نعم. ايضا انا اقدر استفيد منه ثقافيا واستفيد منه معلومات، خصوصا لاخواننا المقيمين اللي هم اخواننا اللي موجودين على ارض قطر. صحيح. يقدر يزور سوق واقف ويتعرف حتى على الفنون. لكن لو انا كسائح او كواحد مقيم ابي اسال ابي استفسر هذا ايش الفن او ايش اسمه او هذه الحرفه متى بدات او شنو الهدف منها او شنو كانوا يحتاجونها او في ايش يستخدمونها، هذه المعلومات وين انا اقدر اجمعها وانا اعرفها من خلال جولتي في سوق واقف؟ طبعا السائحين دائما وخاصه الاجانب يهتمون بالجانب الثقافي والتراثي لاي دوله يزورونها. نعم. والقائمين على هذه الحرف او اللي يمارسونها بامكانهم يعطون معلومات كامله عن حرفهم التي يمارسونها. نعم. هناك دعم يقدم لهم ليمارسوا هذه الحرف ويحافظوا عليها من الاندثار، لان في احنا في عصر متطور ومتقدم والصناعات التقليديه والصناعات اقصد الصناعات المقلده يعني. صحيح. طقت بشكل كبير وبأسعار منخفضة، ولذلك الحرف اليدوية نعم ارتأت الدولة أنها تدعم أصحاب الحرف التقليدية للمحافظة عليها من الاندثار. صحيح. ولتكون يعني متوارثة عبر الأجيال القادمة. نعم عبر الأجيال القادمة. بالنسبة للفنون الشعبية ممكن تعرفون عليها من قائد الفرقة، قائد الفرقة ممكن يقدم لهم المعلومة. صحيح. الكبيرة والوافية عن الفن اللي يقدمه، تاريخه، متى مارس وكيف يمارس وأي المناسبات يمارس فيها. صحيح. متاحة المعلومات لأي سائل يعني. أبو ناصر أنا بدي أسألك يعني الآن الفعاليات مستمرة أكيد على قدم وساق في سوق واقف. نعم. ولكن وين أماكن تواجدها والأوقات متى تبدأ ومتى تنتهي؟ ليت لو تعطينا نبذة عن هذه المعلومات. طبعا اللجنة المنظمة حريصة على أن تتوزع هذه الفعاليات في أرجاء السوق المختلفة مثل ما ذكرنا لتلافي ازدحام الجماهير في نقاط معينة في السوق، لأن ولله الحمد تجد هذه الفعاليات إقبال جماهيري كبير ومنقطع. نعم. نظير سواء كان مواطنين من الداخل، المقيمين، زائري مجلس دول مجلس التعاون. ولذلك الفعاليات متوزعة سواء كان في ساحة الحمام، سواء كان في مركز الفنون، في مسرح عبد العزيز ناصر الذي يستضيف الحفلات الغنائية. نعم. الفرق الشعبية تتجول وأيضا لها أماكن مخصصة بجانب الشرطة وبجانب قهوة عشيرج في بداية السوق. الفعاليات تنطلق بالنسبة للتوقيت في تمام الساعة 4 عصرا. نعم. وحتى 10 مساء بالنسبة لفعاليات الأطفال والفرق الشعبية. نشوف لقطات حية من. صحيح. من السوق الحين والزوار. نعم. في السوق والأجواء بعد بناصر الحين الأجواء جيدة. تحسن مستمر. صحيح. وايد وايد أحسن. نعم. بالنسبة للحفلات الغنائية تبدأ. نعم. في تمام 9 المسرح يفتح أبواب الساعة 8:30 لاستقبال الجماهير. ممتاز. نعم. يعني بناصر أنتوا يعني ما احتاج انا اشيد صراحه بدوركم في التنظيم والخبره اللي انتم اللي عندكم في تنظيم واستقبال الجماهير. السوق اليوم بناصر يعتبر من يعني المعالم التراثيه القطريه مثل ما ذكرنا. لو نتكلم عن سوق واقف ودوره في تنشيط السياحه في دوله قطر. والله انا يعني انجاز التعبير اعتبر سوق واقف هو قلب السياحه القطريه او قبله السياحه في قطر. سوق واقف يمتد تاريخه لاكثر من 200 عام. هذا السوق عاصر كثير من الاجيال. صحيح.
لذلك لها نكهة وطابع خاص لدى المواطنين بالذات وللزائرين أيضا. كل من يأتي إلى قطر لابد أن يزور هذا المكان التاريخي والأثري والحضاري والثقافي أيضا، فهو متعدد الجوانب. السوق أعيد ترميمه في 2004 بحيث حافظ على معماريته القديمة، ولكنه يعني بشكل حديث ومتطور، فيه كافة الخدمات، المطاعم متعددة الجنسيات. صحيح. كل من يأتي إلى السوق بالإضافة لكونه سوق تجاري يعني. خدمات متوفرة. نعم. وللحمد الفنادق أيضا هناك ما يقارب 9 فنادق من أفخم الفنادق الفنادق. نعم، وهي فنادق يعني تستقبل زائريها وتقدم عروض خاصة بالمناسبات والمهرجانات. نعم. لضيوفها. نعم. نعم. أكيد يعني إحنا عندنا معلومات أكثر بناخذها منك في سوق واقف وعن الفعاليات، ولكن أيضا نديمنا متواجد في سوق واقف بيطلعنا أكثر على الفعاليات، وخصوصا من قلب الحدث محمد الشهراني متواجد هناك بيعطينا فكرة عن الأجواء في سوق واقف الليلة. ونقول مساك الله بالخير يا أبو جاسم. الله يمسيكم بالخير، واليوم الثاني من عيد الأضحى، كل عام وانتم بخير وعيد الله عليكم مبارك. احنا متواجدين في سوق واقف بالذات قدام مركز الشرطه، الفعاليات متنوعه والاجواء زينه تقريبيا، ولكن بداوا الناس يتوافدون. طبعا وانا جاي ما شاء الله الزحمه موجوده في سوق واقف، ولكن في عده مواقف متوفره اللي حاب انه يوصل سوق واقف، لان بدت الزحمه ما شاء الله والاهالي يتوافدون وكلهم عوائل، وفيه مسابقات وفيه فعاليات. ولا تنسون بعد احنا في برنامج حياكم سوق واقف عقب برنامج رحيب بعد في عيديه راح توزع. حاليا معي واحد من الشباب اللي موجودين في سوق واقف من احد الدول الخليجيه. السلام عليكم، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. الله يعطيك العافيه. انت شفتك رحت لبوكس؟ اي. ايش اعطيته؟ اعطيته عبادي. الله يعطيك العافيه. عرفنا عن شو اسمك ومن وين؟ عبد الله من الكويت. حي الله عبد الله. عبد الله ايش رايك في السوق؟ لا ما شاء الله حلو وتراثي وعجبني صراحه. الله يعطيك العافيه. زين رحت الالعاب ولا وين رحت بالضبط في السوق؟ رحت الطيور، عند الطيور تمشيت اشوف اشياء تراثيه وايد حلو ما شاء الله. الله يعطيك. عاد بتتم اليوم اللي في الليل ولا بتطلع يعني لين الساعه 10 9؟ لا ان شاء الله بقعد وايد وتمشى السوق وايد حلو عجبني. في فعاليه رحت لها ولا القرد ولافع رحت لها ولا لا؟ لا ما شفته. الحق عليها وروح تصور وياها. زين الله يعطيكم العافيه وترجعون بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك وياكم ان شاء الله. طيب اعزائي المشاهدين ما شاء الله الفعاليات متنوعه، عندكم الالعاب وعندكم الافعى والقرد، اللي حاب انه يصور يجيب عياله بعد حياه الله. وبعد فيه مسابقات ثانيه وفعاليات اخرى عندكم بعد. دعت صوت الريان مسويه اغاني في مسرح الريان او مسرح عبد العزيز ناصر في فندق المرقاب. تقريبا هذا كل اللي عندي من قدام مركز الشرطه، والله يعطيكم العافيه. شكرا لك يا محمد. ومثل ما ذكر اخوي محمد هذه الفعاليات، واحنا معانا المنسق الاعلامي السيد عادل الكلدي. يمكن يعني مهرجانات كثيره مرت على السوق ابو ناصر، ايش الاشياء الجديده اللي موجوده في مهرجان العيد الحين؟ في كل فعاليه لازم هناك جديد، يعني سواء كان من ناحيه تنوع الفعاليه ومن حيث اماكن الفعاليات تواجدها. نعم. فاللجنة المنظمة لاحتفالات سوق واقف دائما حريصة على هذا التنوع والتجديد في فعالياتها. هناك 4 مهرجانات رئيسية على مدار العام، مهرجان عيد الأضحى ومهرجان عيد الفطر، وأيضا هناك مهرجان الربيع، المهرجان الرئيسي مهرجان ربيع سوق واقف، بالإضافة لمهرجان في شهر إبريل. كل هذه المهرجانات دائما فيها تنوع وفيها تجديد وفيها مراجعة للمهرجانات السابقه. دائما احنا بنكون مواكبين معاكم هذه المهرجانات. نعم ما في شك. ابو ناصر ودائما صراحه نلاحظ ونشوف التجديد والتغيير. يعني مهرجان ربيع سوق واقف اللي طاف مثلا كانت فيه السينما 7 دي، كان صحيح. فيها صحيح. كان في تنوع. ويعتبر مهرجان رئيسي مهرجان ربيع سوق واقف من اضخم المهرجانات على مستوى الوطن العربي وليس على مستوى دوله قطر فقط. ولذلك هو فيه تنوع كبير من كل النواحي. ايضا انتم تقومون بجهود مشكوره يعني في تغطيه حاضرين. الاحداث. نعم. برنامجكم ايضا نعتبره من ضمن فعالياتنا يعني. نعم والله احنا منكم وفيكم اصلا. ما في شك اللي يقدم في ساحه الحمام هذا البرنامج ايضا يستقطب اعداد كبيره من الجماهير ويشاركون فيه. بناصر انا ودي اسالك، احنا مساء تطرقنا في حديثنا عن الحفلات الفنيه وما الى ذلك. نعم. هل في اسماء ممكن تشاركنا فيها، اسماء الناس او النجوم اللي راح يكونون أو يحيون هذه الحفلات الفنية إن كانت موجودة؟ طبعا إذاعة صوت الريان دائما حريصة على استقطاب نجوم شباب ومخضرمين. نعم. في حفلاتها يمثلون الطرب الشعبي الأصيل، وفي كل مهرجان هناك تنوع في الأسماء وتعدد. وهذا المهرجان مهرجان عيد الأضحى في مجموعة من الشباب ومجموعة من الخضرمين
يعني يمكن ما راح أعددهم لك عشان ما يفوتني اسم الأسماء ويزعلون منا، ولكن في أسماء كبيرة ولها قاعدة شعبية كبيرة وهناك إقبال كبير جماهيري. نعم مسرح عبد العزيز ناصر يتسع لما يقارب 1000 شخص ما شاء الله، يمتلئ عن بكرة أبيه البارح كان فل على ما يقال. نعم وهذا المسرح يقع في فندق المرقاب لمن لا يعرف المكان، والدخول مجاني والدعوة عامة، وهناك أماكن مخصصة دائما للعائلة وللنساء وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة. ممتاز. نعم. احنا يمكن ذكرت أنت عدة أمور بناصر للنساء ولذوي الاحتياجات الخاصة، نتكلم عن الأمور التنظيمية يعني نذكرها للمشاهدين، في دخول وخروج زوار للسوق، شو يتم تنسيقها بالتعاون مع من وشون الآلية والطريقة؟ طبعا اللجنة منظمة دائما قبل أي فعالية تعقد اجتماعات، أول شيء لإقرار الفعاليات وثاني شيء للناحية التنظيمية، ولذلك هناك وجود عدد كبير من المنظمين في الفعاليات ينسقون ويرتبون لدخول الجماهير وخروجها، مثلا في ألعاب الأطفال مع الفرق الشعبية، في أماكن تواجد الفعاليات لابد من وجود المنظمين. صحيح. لتسهيل عملية وانسيابية الفعاليات. نعم حتى احنا نلاحظ المنظمين يكونوا موجودين مع الفرق لابد من وجود المنظمين، شيء أساسي لسلامة أول شيء الجماهير وأيضا لأداء الفعالية بالشكل المناسب. صحيح. والمطلوب خصوصا إحنا يعني بناصر ساعة نشوف ساعة غصبا عن الأطفال، يعني من كثر ما يشوفون الشخصيات اللي يحبونها قد يعترضون هذه الشخصيات ويبون يصورونها، ولكن هم ماشيين في نسق معين، فساعة أن توقفهم المفاجئ يمكن يربكهم شوي فعلا. صحيح. لذلك هناك تعاون مستمر دائما، هناك وجود عدد كافي من المنظمين في سوق واقف، أيضا نتعاون مع الجهات الأمنية سواء كان مع الأخوية مع شرطة المرور لتنظيم حركة السير من وإلى سوق واقف، أيضا شرطة السوق تقوم بجهود جبارة سواء كان من حيث الدوريات الراجلة أو من حيث دوريات المركبات التي على مدار الساعة. نعم. الداخلية بصفة عامة احنا يعني جهود واضحة، وإحنا ما في شك. نشكركم أول شيء ونشكرهم الشكر الجزيل الصراحة، يستحقون الشكر خصوصا في أوقات الذروة في المهرجانات في سوق واقف في الأعياد. نعم. دائما ما يكونوا متواجدين وتحس بانسيابية الحركة وأنا صراحة هذا أقولها من تجربة، يعني احنا دائما نجي ونروح على سوق واقف بحكم أن مقر القناة موجود في سوق واقف، فوقت العيد وقت الذروة وقت المهرجانات دائما يكونوا متواجدين ويكثفون أصلا هم جهودهم أكثر، فحنا نشكرهم جزيل الشكر. ما في شك هم يستاهلون ويقومون بجهود جبارة فعلا. نعم. أبو ناصر أنا ودي منك كلمة أخيرة لو تحب تقولها للسادة المشاهدين، تكلمهم مثلا على الفعاليات، وش تبي تقول لهم؟ وش الرسالة تبي توصلها لهم؟ الرسالة اللي نقول لهم يا أهلا حياكم في سوق واقف. نعم. هذه يعني رسالة مختصرة. سوق واقف يستقبل كل الزائرين. نعم. المواقف متوفرة ولله الحمد وحلت هذه الإشكالية. الحمد لله هذه ما في ما عادت مشكلة نهائيا. انسيابية في حركة المرور. بإمكانهم أن يوصلوا إلى سوق واقف بسلاسة وبأمان. نعم. لذلك احنا ندعوهم للاستمتاع بهذه الفعاليات سواء كان العائلة سواء كان الشباب سواء كان الشياب. كلا سيجد متعته. نعم. وفي هذا السوق المتعدد. صحيح. نعم. واحنا بعد نشكركم بدورنا السيد عادل الكلدي المنسق الإعلامي لفعاليات سوق واقف، الله يجزاكم خير يا ابو ناصر ويوفقكم دائما ان شاء الله ومنها للاعلى دائما. الله يرحمه الى رقي ان شاء الله جميعا ان شاء الله، والله يوفقكم انتم ايضا. شكرا لجهودكم وتغطيتكم. شكرا بالتوفيق يا ابو ناصر. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين أما الآن فننتقل وياكم إلى الحي الثقافي كتارة، حيث يتواجد هناك نديب قناة الريان علي النعمة ويطلعنا أكثر على الأنشطة الحاصلة هناك بمناسبة العيد. يعطيك العافية علي والكلمة عندك. يا هلا مرحبا فيكم زملائي في الاستديو في يوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، الله يعيد علينا وعليكم وعلى مشاهدين ومستمعين قناة الريان بكل خير. للأمانة مشاهدين الكرام أجواء جميلة اليوم في كتارة، وأيضا الجو عندنا الطقس جو يعني للأمانة اليوم تعدل بكثير وفي نسمة هواء متواجدة معنا. اليوم عندنا فعاليات كثيرة مثل الفعاليات الرياضية اللي متواجدة في كتارة، فعاليات المدينة المائية اللي متواجدة في كتارة، أيضا فعاليات المسرح في ثلاث مسرحيات متواجدة في خلفنا، وأيضا مشاهدين الكرام راح تكون في نهاية المسرحيات فعاليات الألعاب النارية. خلينا نتعرف على أجواء العيد وعلى أجواء العوائل، أيضا الشباب اللي متواجدين معنا من قطر والمجلس التعاون الخليجي. أول شيء عرفنا باسمك. عبد العزيز الفتحي من السعوديه الخبر بالتحديد. ونعم يا ابو سعود، شلون العيد معاك وشلون شفت اجواء كتاره في ثاني يوم عيد الاضحى المبارك؟
أول شيء كل عام وأنتم بخير، وأحب أهني الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا باليمن والبركات. بصراحة الأجواء في قطر صراحة أشياء يعني جدا جميلة. ابتدينا زي من اليوم يعني من الفعاليات اللي كانت بالصباح لين نهاية السانست، الباراشوت، السكاي دايفنج، السبورت اكتيفيتي كلها يعني ما شاء الله صراحة شيء يشكر عليه. بعدين الأنشطة اللي في المسرح المتواجد الحين، المسرح الثقافي، الهدايا المقدمة للأطفال، الفعاليات اللي صراحة نشكر عليها فريق كتارة. طيب أنا بسألك سؤال أخوي أبو سعود، نشوف إقبال العوائل السعودية، أيضا أنتم كشباب من المملكة السعودية، هل أنتم تشوفون أن يعني الدوحة مكان لكم في أماكن ترفيهية، في أماكن سياحية، في إقبال زايد من المملكة العربية السعودية، شلون تشوف الإقبال هاي؟ صراحة إقبال كبير من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون. صراحة هذا كله بسبب الأنشطة والفعاليات اللي تقام في منطقة الدوحة، الأماكن الكثيرة اللي السائح يحب إنه يتواجد فيها مثل سوق واقف، منطقة كتارة، اللؤلؤة، الأكوا بارك، يعني في مناطق كثيرة صراحة الواحد يجي لما يجي ينبسط فيها، وخاصة الأيام هذه ما شاء الله الأجواء جدا جميلة في الدوحة، واليوم ما شاء الله في نسمة هواء يعني الواحد ينبسط ان شاء الله، ونستنى الالعاب الناريه عاد نشوف عشان ننبسط اكثر واكثر ان شاء الله باذن الله. طيب انت كواحد من الشباب المتواجد معنا في كتارة، في سؤال يعني سريع، شو اللي تحب من الفعاليات يضيفونها في الموسم الجاي او ممكن تشوفها بكره عقب بكره في متواجدين في كتارة؟ والله الفعاليات يعني ممكن نشوف أنشطة كثيرة للشباب، ممكن اللي تخلي تنجذب الشباب أكثر بعد، لأن أكثر الأنشطة للأطفال العوائل أنشطة قليلة للشباب، ممكن نشوف أنشطة أكثر أو مسرحيات أكبر من يعني بفارق إنه أجل نشوفكم. أنت الحين توك داش كتارة، إحنا عندنا فعاليات المائية، في برشوتات الصبح، في جيتسكي، أيضا في مثل يخوت صغيرة متواجدة معانا في كتارة، نتمنى إنك تشوفها وتدشها، أيضا في مهرجان الصيف الرياضي متواجد في كتارة. نقول لك بيض الله وجهك ومرحبا بك في بلادك قطر، ونقول لك يا مرحبا ومسهلا فيك. الله يحييك ان شاء الله ويعطيكم العافية جميعا، فريق كتارة وفريق كل مسائل الترفيه في الدوحة، يعطيكم العافية ما قصرت. نعم زملائي في الاستوديو، للأمانة أجواء جدا جميلة متواجدين في كتارة، مسرحيات للأطفال، أيضا في عروض لبعض المسرحيات الترفيهية لكبار السن مثل الشباب المتواجدين معانا، أجواءنا جميلة، راح نرجع لكم في طلة ثانية إن شاء الله يا علي. شكرا، ونرجع لك إن شاء الله بإذن الله، ونحب نرحب ونهلي بكل زوار قطر من السعودية ومن كل دول الخليج ومن كل الدول العربية والعالمية. حياهم الله في قطر. نحن ننتقل من كتارة إلى لاغونا مول، حيث يتواجد نديبنا سلطان نعيمي، نتعرف من خلاله على أجواء الزوار هناك. يعطيك العافية يا سلطان، والكلمة عندك. مساكم الله بالخير اخواني المشاهدين ومستمعين قناه الريان الفضائيه، ومسي عليكم اخواني في الاستوديو، وعيد الله عليكم مبارك في عيد الاضحى المبارك في ثاني ايام العيد. حاليا احنا متواجدين في لاغونا مول، فعاليات كثيره، خلونا نشوف احد الضيوف اللي معانا. يا هلا ومرحبا فيك اخوي عبد الله. يا مرحبا، شالك طيب؟ كل عام وانتم بخير. بخير وصحه سلامه. شلون تشوف اجواء العيد؟ والله تدري كل فرحه وناسه، الحمد لله كل مستمتع. شلون تشوف الفعاليات في لاغونا مول؟ والله المسرح حق الجهال، وان شاء الله ينبسطون معاهم. رحتوا مكان غير لاغونا مول؟ تدري انت فعاليات في كل مكان في البلاد بمناسبه عيد الاضحى المبارك. والله تدري الفعاليات كلها في البيت مع الاهل والشباب والمجلس، وروح وتعال، اول شيء لازم نقوم بواجب البيت، وبعدين عاد يمكن ثالث رابع العيد نطلع. رحتوا المناطق الشماليه ولا الجنوبيه، نفس الشمال او سيلين؟ رحنا صوب الخور، صوب المجالس في الخور، رحنا الشمال، رحنا يعني ما قمنا بالواجب ان شاء الله. شكرا لك. كان معنا عبد الله رميحي، وننتقل الى زميلنا وضيفنا اللي هو جاسم الكواري. اهلا ومرحبا فيك. مرحبا فيك يا ابو. كل عام وانتم بخير. بخير صحه وسلامه يا ابو. شلون اجواء العيد معاك؟ والله الحمد لله، ما شاء الله فرحه وفعاليات بعد، مستنسين الحمد لله. فعاليات متواجدة في كل مكان، في سوق واقف، في كتارة، في اللؤلؤة، في كل مكان. هل شفتوا فعاليات غير الفعاليات المقامة في لاغونا؟ والله لحد الآن نفس ما قال لك أخوي عبد الله، يعني مجالس، يعني جلسات بس مع العيلة يعني والأهل. جدولكم اليوم؟
والله اليوم قلنا نغير جو ونشوف يعني الأوضاع، نشوف الاحتفالات هالسوالف فعاليات وتي. شكرا لك وكل عام وانتم بخير. عيد الله عليكم مبارك، وهذه كانت فقرتنا في عيد الأضحى المبارك. هذا كل اللي متواجد معانا أو هذا كل اللي عندنا في لاغونا مول، وشكرا لك ونرجع لك للاستوديو. شكرا لك يا سلطان، ايضا الشكر موصول لضيوفك الكرام وكل زوار قطر مثل ما قال خالد مساع، يا مرحبا ومسهلا فيكم تنورون الدار. اذا اعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معاكم، ولكن بنطلع الفاصل القصير ونتابع بعده. المهرجان الثقافي الترفيهي في حديقه دحل الحمام، ابقوا معنا. مرحبا ومساء بكم اعزائي المشاهدين من جديد. بمناسبه عيد الاضحى المبارك، نظمت وزاره الثقافه والرياضه المهرجان الثقافي الترفيهي في حديقه دحل الحمام، يتخلله عروض فنيه متنوعه وفعاليات للاطفال تستمر على مدار 3 ايام. أجواء مميزة من المرح تشهدها حديقة دحل الحمام مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك مع انطلاقة المهرجان الثقافي الترفيهي الذي تنظمه إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والرياضة. ويتضمن المهرجان عروضاً فنية متنوعة وأنشطة مختلفة للأطفال، إلى جانب عروض الحرف القطرية التقليدية والأكلات الشعبية. وزارة الثقافة تقوم اليوم مهرجان عيد الأضحى المبارك وفعاليات الشعبية القطرية، تشارك في من أول العيد إلى ثاني وثالث العيد. دحل الحمام ولبسها الملابس عشان ألعب ألعاب شعبية. جينا اليوم دحل الحمام عشان نلعب ألعاب شعبية. كل عام وانتم بخير، عساكم العوادة، عيدكم مبارك وعساكم العوادة للعايدين والفايزين. كل عام وانتم بخير، عساكم بالعوادة. ويأتي هذا المهرجان في إطار اهتمام وزارة الثقافة والرياضة بإحياء الأعياد والمناسبات بفعاليات تجذب الجماهير بخاصة الأطفال وأسرهم، حيث يكون المهرجان فرصة للترويح العائلي للمواطنين والمقيمين. نرجع وياكم مجددا الى كتارة عند علي النعمة، واكيد عنده جانب اخر مختلف من الفعاليات. مرحبا يا علي. يا مرحبا فيك زميلي مره ثانيه في طله ثانيه من كتارة، والاجواء تختلف عن يعني الطله الاولى. راح يكلمنا اكثر عن الاجواء المتواجده معنا في كتارة وعن الفعاليات اللي راح تتضمن 4 ايام العيد اخوي السيد عادل الانصاري مدير الفعاليات في مهرجان كتارة. عادل يقول لك مرحبا فيك على شاشة الريان. يا مرحبا فيكم. الصراحة يعني احنا حابين طبعا نشكركم في البداية على هاي الجهود اللي صراحة تشكرون عليها، لأنكم أنتم جزء كبير من نجاح كل فعالية سواء كان في كتارة أو في دولة قطر. طبعا مثل ما تشوف كتارة الآن مزدحمة وقاعد يزيد العدد، واحنا ان شاء الله يعني متوقعين ان يزيد العدد على العرض الثاني والثالث. مثل ما شفتوا او الجماعه كلهم شافوا، كتارة طبعا تحب تعود الجمهور بالافكار الجديده، بالاعمال الفنيه الثقافيه العلميه التربويه، بحيث ان احنا نحاول ان احنا نقدم مسج او نقدم معلومه اضافه للجمهور.
طبعا احنا طالعين في هاي السنه بشكل جديد، اخترنا موضوع معين وهو السندباد. السندباد طبعا هي قصه معروفه لدى الجميع، بس احنا طلعناها بطريقه حديثه، بطريقه جديده فنيه، بحيث ان احنا عرضنا السندباد بفكره جديده بمواضيع تكون اكثر انترتينمنت للناس، بحيث انهم ينبسطون كل العائله، الاب والام والاطفال وكل اللي موجودين. انت تكلمت معي عن العروض المسرحيه اللي متواجده عندكم في مسرح يعني كتاره، طيب بالنسبه للفعاليات الاخرى عندكم فعاليات اخرى ايضا في كتاره؟ طبعا عندنا بعد ايضا فعاليات، عندنا في مبنى الطفوله ايضا عندنا فعاليه هناك الاحتفال بالعيد، طبعا تحت في تنسيق من بيننا، وايضا هو جزء من 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 هذا الاحتفال. ومثل ما قلت لك بعد ايضا احنا في نهايه كل عرض عندنا الالعاب الناريه راح تبتدي يوميا من الساعه 10:15 طبعا لمده 10 دقائق. طيب انتم 4 ايام العيد ولا بس اول وثاني العيد؟ لا طبعا احنا 4 ايام العيد. العرض الاول يبدا من الساعه 6:15 تقريبا، وننتهي على اخر عرض على الساعه تقريبا 10:20. طيب اخوي عادل من ساعه قبلك يعني اخذنا ضيف معلم من المملكه العربيه السعوديه، طيب شلون تشوف اقبال العوائل القطريه ايضا شباب هالقطر، وشلون تشوف اقبال العوائل اللي من دول مجلس التعاون اللي مشاربين في بلادهم قطر؟ طبعا احب بس اوضح شغله معينه، الدول الخليج الان كتارة بالذات يعني عندهم المكان المحبب. احنا متعودين طبعا كل سنه جزء كبير من جمهورنا الكريم اللي طبعا سبب نجاح كل فعالياتنا من دول الخليج ايضا ومن دوله قطر. احنا عندنا عوائل كثيره جايين، تعرف انت هاي المكان بالذات او هاي الاعمال الفنيه اللي نقدمها للعوائل، فكل العوائل من كل دول الخليج يفضلون يجون عند كتارة، لان احنا نحاول ان احنا نقدم لهم الشيء المفيد لهم. فعدد كبير من دول مجلس التعاون، وايضا من المقيمين، وايضا من الاجانب بعد موجودين. مثل ما تعرف ان العرض باللغه العربيه لكن في سب تايتل لنن عرب اللي مترجم، بحيث ان الجماعه ايضا يعرفون القصه، لان احنا مختارين مقاطع معينه من قصه سندباد، ما اخذنا يعني هي مستوحاه من قصه سندباد. طيب اخوي عادل في السؤال الاخير، شو تقول حق العوائل القطريه ايضا الشباب اللي لحمه جو كتاره، ترى الجو حلو اليوم. اول شيء اقول لهم كل عام وانتم بخير، ترى لا يفوتكم عرض كتاره، كتاره دائما تحاول ان تجيب لكم الشيء المميز، الشيء اللي انتم تحبونه، وحياكم الله في كتارة. عندنا عيدية ونوزعها دائما للناس كلهم، مجانية كلها لكل الأطفال، ويتفضلون عندنا، حياكم الله. بيض الله وجهك أخوي عادل، ونقول لك يعني نورتنا اليوم على شاشة قناة الريان. سلمك الله يخليك، أنتم اللي نورتونا، الله يحييك. نعم زملائي في الاستديو، للأمانة عروض بهلوانية وأيضا قصص للعوائل وللأطفال، وأيضا جوائز بالمجان ومهرجانات القرية المائية، وأيضا مهرجانات صيف الرياضة متواجدة معنا في كتارة، وإحنا ننتظر الألعاب النارية. هذا ما لدي، نرجع لكم في الاستديو. شكرا لك يا علي، مثل ما ذكر أخوي علي فعاليات كثيرة في كتارة تستاهل الزيارة. ونبقى أيضا في كتارة، حيث تم افتتاح النسخة الأولى من قرية الألعاب المائية اللي أطلقتها شركة علاقات على شاطئ كتارة، وذلك بحضور نائب مدير عام مؤسسة الحي الثقافي لشؤون العمليات أحمد السيد وأحمد الهدفة رئيس مجلس إدارة شركة علاقات. مزيد من المرح بانتظار زوار كتارة، وذلك مع إطلاق شركة علاقات النسخة الأولى من قرية الألعاب المائية على شاطئ الحي الثقافي، وهي تقام على مساحة 15,000 متر مربع، وتعتبر أكبر مهرجان للألعاب المائية في الدولة.
الأنشطة الشاطئية هي جزء من الأنشطة في كتارة، وهذه أول مرة يمكن التجربة نستعين أيضا بالقطاع الخاص بتقديم شيء مميز وشيء جديد في شاطئ كتارة لمدة فترة معينة. الهدف منها دائما التجديد على الموقع، ويعني إحداث يعني استخدام يمكن أشياء جديدة وألعاب جديدة وأفكار جديدة، بحيث إحنا نخلي دائما الإقبال موجود على كتارة، العائلة تكون تستمتع. الفئة المستهدفة من المكان العائلة بشكل عام. طبعا المكان مثل ما أنتم شايفين يناسب جميع الأعمار، فيها ألعاب على البحر وفيها ألعاب على الشاطئ. المشروع ابتداء من اليوم إن شاء الله تعالى لمدة شهرين يكون الجو تحسن شوي، وطبعا الناس رجعت من السفر. جدير بالذكر أن القرية تحظى بدعم ورعاية الهيئة العامة للسياحة، ومن المتوقع أن تستقطب نحو 45,000 زائر على مدار شهرين. وبذلك نكون وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق عمل البرنامج من خلال بريد برنامج ترحيب الإلكتروني. نعم، أو متابعتنا أو المشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، ونترككم اليوم مع أجواء العيد مع أغنية هلو تبارك للفنان عيسى الكبيسي. في أمان الله. العيد هلو تبارك واسعدنا والله بقدومه، يا ربنا فيه تبارك وعلينا كل عام دومه، وعلينا كل عام.